عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ما بنك بلادي. اليوم نشوفوا مع بعضنا أكلة تونسية مالحة اللي هي كفتاجي بالكعابر. شنو فيه كفتاجي؟ فيه بطاطا، قرع، طماطم اللي هي باش نطيبوها صوص، وفلفل. ومع الكفتاجي باش نعملوا كعابر اللي عندنا 200 غرام لحم باش نفوحوه بشوية نعناع، شوية ثوم، ملح، فلفل أكحل. ومن بعد الكفتاجي بنزينوه بالعظم. دونك نبداو نحضر اول حاجه الكعابر. ناخذ اللحم، 200 غرام لحم مفروم، نحطو مع شويه ثوم باش يعطي نكهه باهيه، شويه ملح، شويه فلفل اكحل، وشويه تابل. نخليه هذا هكا ونجبدو باش نحطو الماء وزيت يغلي باش ديريكت نرميو فيه الكعابر. ديما الحاجة اللي بنطيبو فيها الكعابر نص ماء ونص زيت. ناخذو الماء هكا، سي بون، نصبوا معها الزيت. الميتود متاع نص ماء ونص زيت يخلينا الكعابر حتى كان مش ناكلوهم مع الكفتاجي نجمو نحطوهم في حاجة بالار ونخبيهم في الفريجيدير يصبروا معنا حتى جمعة ولا جمعتين، شي ما يصير لا في الماء متاعهم والزيت. خليوه لين يغلي، اونتر طون نحنا نخلطو هذا ونزيدو النعناع الشايح. النعناع الشايح مع اللحم يعطي نكهة ياسر بنينة. خلطو بالكدا، ناخذ حاجة باش نحط فيها. دونك سي بون مخلط، خلي هكا ونعملو الكعبر نتاعنا. نعملوهم كعبورات مش كبار مش صغار. هكا كبيرة، نقصو شوية، نعملو كعبورات هكا. كما تشوفوا الكعبر ما مش ظراف، ما مش كبار، متوسطين. اونتر طون الماء والزيت قاعدين يطيبوا، بعد ما نحطوا الكعبر يطيبوا نقليه بالحاجه والحاجه. بون الكعبر متاعنا حاضرين،
عبرو هكا هكا سابون غلي نحطو بالكعبة بالكعبة سابون الزيت نتاعنا والماء حماء مادام الزيت حامي تو فيسا فيسا يتيبو بالنسبة للكعابر تحبوا تعملوا لحم علوش ولا لحم بقري كما تحبوا دونك entre temps نعملوا صوص طوماط نتاعنا شوفوا الكعبر نتاع طريقتي ويزيها ياخدو الزيت شعلوا الغاز ثوم حطوا ثوم بالكدا خاطر يبنن مع الصوص سي بون الكعبر يزيهم كما تراو لونهم ماهمش غامقين برشا مستحمرين خليوهم على جهة باش من بعد نزينو بيهم الكفتاجي نتاعنا سي بون هذا حطينا الزيت والثوم ناخذو الطماطم نحطوها نفوحو شوية ملح شوية تابل ما غير فلفل أكحل سي بون شوية ملح خاطر لازم نملحو بالقدية على خاطر الصوص هذايا من بعد باش تخلط بها الكفتاجي نتاعنا اللي هو بطاطا وفلفل وقرع سي بون عطاو الطماطم تصيب الماء نتاعها من غير ما نزيدوها ماء ونخليوها لين تذبل نقصوا شوية غاز ونخليوها تطيب على هدوء مش نمد القلاية اللي باش نقليو فيها البطاطا والفلفل والقرع entre temps هذه قاعدة تطيب مازالت نحطو الزيت يحمى سي بون نستناو الزيت يحمى نحضرو البطاطا بعد البطاطا فلفل بعد الفلفل العظم تقولوا على ترتب فيهم على خاطر البطاطا يلزم زيت نظيف الفلفل كيف كيف العظم كيف كيف
والقرع الزيت ديما يكحلو شويه ويتفتفت فيه، دونك الزيت يولي غامق. خليو القرع اخر حاجه. البصل حشنا بيه للزينه، نعناع ما حشنا بيه، ثوم كيف كيف. انتر تان خلينا نضفو الفلفل. الفلفل في عوض بعد ما نقليوه نقعد نقشرو فيه ونحيو في الزريعه، نحيو من التوا هيك، نعملو هكا ونحيو الزريعه نتاعنا. سي بون، ما عادش فما معنا زريعه، خير من بعد ما يطيب نقعدو نقشرو فيه. سي بون، كيما تشوفوا ما عادش عندنا زريعه. نحنا عملنا فلفل حلو خاطر اكثريه الناس تحب تاكلش برشا حار، واللي يحب الحار يعمل فلفل حار والا يعمل قرنين حلوين وقرنين حارين. سي بون، فلفل حاضر. شوفوا الصوص طماط، سا لير تري بون. زيدوها تتحل شوية أكثر بعد نضيفوا عليها. سي بون، الزيت حمى، بعدو الفلفل، نحطو البطاطا شوية ملح، نحطوها تتقلي. شوية بركة ملح على خاطر ديجا الصوص فيها الملح. سي بون، نستناوها تتقلى. كما تشوفوا البطاطا نتاعنا قاعده تطيب، بعد ما تطيب نهزوها نكمل نقلي الفلفل والبطاطا اللي باش نزين بها والعظم والقرع ونرجع لكم. ما بنك يا بلادي. ما بنك يا بلادي. سي المقلي متاعنا كل حاضر،
البطاطا، القرع، الفلفل، العظم، الكعب الحاضرين. خليت البطاطا دي غونديل للزينة كيف كيف. الصوص طوماط حاضرة طايبة. دونك ما قعدنا كان نكمل نقصوا القرع المخلي الكل، نقصوا هكا هكا سونس كونترير باش الكل يتقص. الفلفل، البطاطا، القرع. هو الكفتيجي مسمي على القرع، قد ما فيه قرع برشا قد ما يجيبني. دونك نكمل القص هذايا ونرجع لكم في دغساج فينال. ما بنك يا بلادي، كما تشوفوا البلان تاع اليوم كفتيجي بالكعاب الحاضر. بعد ما قصينا الكفتيجي اللي فيه القرع والبطاطا والفلفل، زدناه صوص طوماط، زيناه ودريسيناه. ان شاء الله حلقه اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش كالعاده باش تتواصلوا معنا على الباج متاعنا سوغ فيسبوك صافي ما بنك يا بلادي. شاي طيبه، سلامه.